اقفل وانا هكلمك بعدين. انت؟ ايوه. مش مصدق ولا ايه؟ عبد الله، عبد الله اخويا وصاحبي وحبيبي من حضن اخويا. الحمد لله على السلامة. خرجت امتى؟ خرجت امتى يا اخويا؟ وحشتني. وانت كمان وحشتني. بس انت وحشتني اكتر اخويا. انا بسببك كل يوم ضميري كان بيأنبني ويعذبني ويقول لي يا ده زمير، انت ليه ما بتروحش تزور اخوك عبد الله في السجن؟ يا تروح زوره يا واد. بس للاسف اخويا الظروف كانت صعبة قوي. بس اقسم بالله، اقسم بالله وحشتني يا اخويا، وحشتني قوي. يعني المدة دي كلها يا سمير ما فكرتش تيجي تجرف بخاطري كده وتزورني في ساعة واحدة في السجن؟ ياه، معقول؟ ما شاء الله، شركة حلوة قوي وكبيرة. بدل شيك وغالية. طبعا طبعا صاحب شركة زي ديت لازم يلبس أحلى وأغلى حاجة، مش كده؟ مظبوط. الله أكبر. تعال يا أخويا، تعال يا حبيبي، تعال اقعد ارتاح. اقعد ليه تعبان؟ ها قول لي، تاكل ايه؟ تشرب ايه؟ اعمل لك ايه؟ انا نفسي اعمل لك اي حاجه يا اخويا، اهم حاجه ان انا اساعدك. الحمد لله على السلامه. عبد الله، انا عارف انك زعلان مني وواخد على خاطرك، بس اقسم لك بالله الموقف كان اصعب مني. انا اتحطيت في ظروف صعبه قوي، وانا لا يمكن افكر في اي لحظه ان انا اضرك، بس من صعوبه الموقف يعني كان يا انت ويا روح ما بعدك روح. شوف يا سمير، انا لا جاي اعاتبك ولا حاسبك، انا جاي بس علشان احسسك الفتره اللي انا قعدتها في السجن تعذبت قوي يا سمير. المفروض يعني لما اخرج من السجن ادور على اصحابي القدام عشان يقفوا جنبي. كل اصحابي لقيتهم، اللي مات واللي سافر، بوست ايدي وش وظهر اني لقيتك موجود عشان تقف جنبي وتمد لي ايدك بالخير. واللي فات مات. ايوه، الله عليك، اللي فات مات. اسمع يا عبد الله، ما تشغلش بالك باي حاجه وما تشيلش هم اي حاجه في الدنيا، انا تحت امرك. انا عارف، عارف، متاكد وواثق انك هتقف جنبي. أنا عارف إن أنت استندلت معايا زمان، بس معلش الظروف كانت أقوى منك. ساعات الظروف بتحكم على الواحد يبنادل، بس المرة دي بسم الله ما شاء الله الظروف اللي أنت فيها دي والسعد والهنا تخليك تقف معايا بجد ومش هتستندل معايا تاني، مش كده برضه يا سمير؟ آه طبعا. أمال إيه؟ بصراحة اللي بعتك حد ما أقدرش أقول له لأ، بس الحكاية مش سهلة زي ما أنت متخيل يعني، وبعدين مقابلة الكبير تحتاج ترتيب. يا كبير، إحنا من إيدك دي لإيدك دي، بس هو يرضى عننا. جربنا يا معلم، جربنا وما تقلقش مننا. بعون الله هنرفع راسك. ده أنا راسي مرفوع بعون الله من غير حاجة. انت في الاخر لو نفعت انت اللي هتكسب. شوف، متولي ده جاي من طرف عزيز غالي، راجل جمايله مغرقاني، عشان كده انا هقول لك المفيد. الباشا بتاعنا في الشغل ما بيعرفش في الوسائط، يعني تدفع تاخد تبيع، الفرق حلال عليك. طبعا يا معلم، ده كلام سليم وانا موافق عليه. يعني انت معاك فلوس بقى؟ امال انا جاي اتكلم وخلاص؟ عايز كام؟ اللي يبتدي ب 150,000 كويس. معاك لغايه مليون. يا عم الحاج، مليون ايه بقى؟ يا متولي ما تتكلم. مليون ايه؟ علينا كل عم. انتوا مالكم انتوا؟ الله اتصرف. هجيبهم منين؟ قلت يا معلم معاك لغايه مليون. انا هقول للباشا وهو اللي هيحدد، وانت ونصيبك، بس يكون في علمك لو قال امين فلوسك تبقى عندي في ميعادها. تظبط هتتبسط. تمام يا معلم، وانا قد القول. ينفع تديني اسبوع واحد؟ 10 ايام، يوم زياده بعديهم ما تجيش.
وانا عندي قول يا معلم هو اسبوع واحد بس. وانا عندي قول انا كمان 10. لو جيت بعد اسبوع اعمل لك اوفر ابو مليون ادولك ب900 عشان انت صدقت بس. استبينا يا معلمة. بس انا يا معلم لا مؤاخذة يعني كان ليا شرط. ايه؟ انا نفسي قبل الكبير. اهلا. طب نشتغل الاول وبعد كده نبقى نتكلم ونشوف حكاية الكبير. ماشي بالاذن يا شباب. عالجوها مع بعضيه زي الفل ان شاء الله. الفل يا عم احمد زي الفل ان شاء الله. انت جاي تشرب يلا بينا تخربها. تعال بس يا احمد هنا تعال متولي يا عم فهمنا مليون جنيه اللي بتتكلم عليه واحنا عايزين ناكل اساسا. ما تقلقش يا احمد. ماشي انت عارف لو ما جبتش المليون جنيه دول في خلال 10 ايام ايه اللي هيحصل؟ قسما بالله يصفوكوا هنا. يصفوا مين بس يا عم متولي؟ انا اصفك انت كمان. هتشوف كلامي. عادل لو الان ابعد انت والاخر مره بقول لك. بس انا قلقان عليك يا احمد. بقول لك ايه؟ رسيني. طب انت عايز تعمل ايه؟ ولو عرفت انا معاك في اي حاجه. انا هجيب لك 5000 جنيه هتديهم لاي محامي يعمل لها سجل تجاري لاي شركه بس بتاريخ قديم، بس الشركه دي لازم تكون معروفه ومشهوره. فهمت؟ مش فاهم اي حاجه. معلش مش مهم تفهم دلوقتي. اعمل اللي انا بقول لك عليه وبعدين هبقى فاهمك يا صاحبي. يلا بينا. يلا بينا متولي. ودينا في داهية. عاملة لك شوية عصير ليمون يروق لك دمك. خدي حبيبتي اشرب. لا يا حبيبتي مش عايزة. أنت ما أكلتيش أي حاجة. ماليش نفس. محدش هيعالجه يا جمالي. لو ما دفعناش الفلوس هيموت والله. يا بنتي إن شاء الله هيبقى كويس. هدي نفسك أنت بس. مين جاي السعادة؟ اخو جوزي اتصل بيا وقال انه هيجي يتكلم معايا في موضوع الورث. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيت في ميعادك. خير يا كماليه؟ مكالمتك قلقتني. اخو جوزي جاي يتكلم معايا في موضوع الورث. عايزك تبقى واقف جنبي ونشوف هيقول ايه. وانا تحت امرك. اتفضل. اتفضلي. ازيك يا منى؟ ازيك يا نجلاء؟ كمية عايزة ايه؟ تعالي. هو انت ليه ما قلتيش لأحمد؟ عشان لو كنت قلت له ما كنتش هخلص من سيدة. وبعدين ماله عم جمال؟ هو ضايقك في حاجة؟ لا خالص انا قلت حاجة. في ايه يا نجلاء؟ صحيح من امتى يعني حاطه عم جمال في دماغك؟ ده انت حتى بتحبيه. ولا حاطه ولا حاجه بس مش مرتاحه له كده. وانت مش شايفه شكله لابس ملون وسابخ شعره؟ ايه ده؟ مش عارفه. صحيح شكله غريب قوي. ازيك يا منى؟ الحمد لله كويسه. يا ترى كاميليا ارمله اخويا موجوده؟ اتفضل. اتفضل. طبعا ده كان اجلاء. الحمد لله. البقاء لله يا اختي. ونعم بالله. اتفضل في الصالون. ده كمان. انا مش عارفه بكره الراجل ده ليه. هو بصراحه مش فاهمه قوي. الحقيقه هو صعب قوي اني اكلم اي حد من اللي بيشتغلوا عندي بنفس